السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة، اخباركم ايه؟ كل عام طيبين. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل كل مربين السمان. ان السمان بتاعه عايزه يبيض باستمرار ومش عايز يقطع بيض خالص. طيب تعالى نقول لكم على فكرة او اللي انا بعمله مع السمان علشان خاطر بإذن الله تيجي اخر النهار تبقى مبسوط من كتر ما شاء الله شايفين كله بيض ما شاء الله. ايه البيض بتاعه؟ بنجيب يا جماعة، طبعا اللي انا بعمله عندي بالنسبة للسمان بتاعي لابد ان انا اديله املاح معدنية، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده الخواص بتاعتها، هي اللي عايز يقرأها يبقى يوقف الفيديو عشان ما نطولش الفيديو. الناس اللي عايزة تقرأ الخواص بتاعتها قدامكم اهي يا جماعة. بسم الله. تاني حاجة بنديها له يا جماعة مع الاملاح المعدنية، طبعا ده يا جماعة بيتحط على العلف، معلقة كبيرة لكل 5 كيلو علف. طبعا السمان بتاعنا يا جماعة بنديله علف اللي هو الشكارة بتاعته اللي هي الحمراء دي يا جماعة، اللي هو الوسط اللي انتوا شايفينه ده، تمام؟ عشان الناس برضو تبقى عارفة، دي يا جماعة تعتبر يدوبة كويسة جدا للسمان بتاعنا اللي هو ايه، عشان يعرف ياكلها ومحدش يضحك عليكم ويقول لكم يجيب اللي هي 16%، دي كبيرة جدا يا جماعة. والسمان هيرميكوا نصها على الارض، تلات ارباعها على الارض، نصها ايه؟ تلات ارباعها على الارض ومش هياكلها. دي طبعا الشكاره بتاعتي اللي انا بحطها اللي هي البرتقالي اللي هي الوسط، تمام؟ وبندي للسمان معانا كمان برضو يا جماعه اي املاح برضو، برضو فيها برضو شويه كالسيوم وحاجات، املاح معدنيه. دي بتتحط يا جماعه سنت على اللتر بالنسبه للميه، يعني دي بتحط على الاكل 5 كيلو المعلقه كبيره اللي هي الاملاح. وجيبوا يا جماعه، لان طبعا في كيس ب 5 جنيه وفي كيس ب 10 جنيه. ده يا جماعه الكيس اللي هو ب 10 جنيه، هاتوا الكيس ب 10 جنيه علشان خاطر بيبقى افضل، لان فيه مركبات اكتر ايه ومركزات احسن يعني. والتاني بنحط له منه، طبعا بنحط 3 ايام بس يا جماعه، بنوقف حوالي كمان يعني ايه 3 ايام، كل 10 ايام كده نديله جرعه علشان خاطر البيض بتاعنا يفضل كويس والسمان بتاعنا ما يسقطش. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا معاكم لنهايه الفيديو، احبكم في الله.